السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي قناة فيلا رانيا. اليوم إن شاء الله غادي نوجدوا تحلية كتجيها إلى رمضان. مرحبا بكم، تبعوا معايا المراحل اللي غنوجدوا بها هذه التحلية. المقادير اللي غادي نحتاج: جوج فلون نكهة الكراميل، كل باكية فيها 2.5 غرام، إيطرو ديال الحليب، والسكر سنيدة. غنبدا على بركة الله. غادي نوضع الحليب ديالي في الكاسرونة أو الإناء اللي غطيت فيه، غادي نضيف عليه 4 معالق سكر سنيدة أو سكر خشن، صافي. غادي نضيف دابا الفلون شخصيات اللي عندي، وغادي نخلط مزيان ونوضعو فوق النار حتى الغليان، وغادي نرجع معاكم. صافي، بعد ما غلى عندي ناخد اناء اللي غنخليه يبرد فيه، غنوضعو ونخليه حتى يبرد تماما، وغندوزو نشوفو المقادير اللي غنحتاجو باش نكملو هاد التحلية. بعد ما برد الفلون غادي ناخد 3 البنانات كبار مقطعين، وغنضيفهم على الفلون، وغادي ناخد طراب كهربائي باش نطحن جميع العناصر حتى ما يبقاش يبان ليا البنان. صافي، نبدا نطحن بشويه بشويه، وغادي نرجع معاكم. صافي، ها هو الطحن عندي كامل. غندوزو لطريقه التزيين. غادي ناخد الكيسان اللي غادي نقدم فيهم التحليه، وغادي نبدا نوضع في الخليط ديالي اللي خدمت معاكم. صافي، تنكمل الكيسان كاملين وغادي نرجع. بعد ما كملت الكيسان ديولي، بالنسبة لي تزيين غادي نحتاج القرقاع واللوز وحب الملوك. غادي نبدا نضع فواكه الجافة ديالي فوق التحلية. كيبقى التزيين اختياري على حسب كل واحد وشنو كيبغي، انا كنفضل الفواكه الجافة. صافي، غادي نكمل التزيين ديالي. غنوضع 2 حبات حتى 3 ديال حب الملوك، نكمل الكيسان نفس الطريقة،
يجوا بهذا المنظر هذا. بالصحة والراحة. التحلية اللي وجدت معكم اليوم هذا هو الشكل النهائي ديالها. بالصحة والراحة، أتمنى تعجبكم. نتلاقوا إن شاء الله في فيديو قادم مع وصفة جديدة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.